ما تنام يا ابني بقى. خير يا غالي، عاوز حاجة؟ انك عمال تفرك وعامل نايم، ركبتني العصبي. طب ما انت برضك من ساعة ما جيت من الشغل عامل نفسك نايم وانا ما قلتش حاجة. غلباوي كمان. طب يا سيدي انا عارف انا سهران ليه، انت ايه بقى اللي مسهرك؟ خاف اقول لك تتريق عليا، اصلي مستخسر النوم في فرشتي. انا بقول لك ايه، انا غير الناس هنا كلها خالص، يعني جو نص الكلام ده انا ما بفهموش. بص يا سيدي انا اقول لك، استنى من ساعه ما حيتها الدنيا نايم في فرشه مش بتاعتي، دايما حاسس ان في يوم من الايام هسيبها، لكن من ساعه ما جيت هنا وانا مش مصدق ان انا نايم في بيتي فرشتي لوحدي، مش عايز اضيع الوقت في النوم، عايز اتبسط بيها. طب اطلع اطلع من جنبي يا ابني، انسى نومة الارض دي خالص. اقول لك ايه يا ابني، هنا ورايح تنسى الكلام اللي انت بتقوله ده، انت لسه صغير، ما لما تكبر بقى وتشوف الدنيا على حقيقتها هتقول ايه. الدنيا يا خالي ما تفرقش بين كبير وصغير، كله بيدوق منها، بس اللي هرشها من صغره هو اللي بيعرف يلب فيها لما تشد عليه. لا ده احنا شكلنا هنقعد مع بعض كتير. يا ريت يا خالي يا ريت، وان كان عليا مش هسيبكوا تاني ابدا. طب اطفي نور يلا عايزين ننام. اخلص لو بتشخر هنزلك تنام تحت تاني.